صباح الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك معنا. صباح الخيرات على حضرتك، ومن خلال اسيف اذاعتنا الجميله الاذاعه التعليميه اسمح لي ان انا اصبح على كل جموع الشعب المصري سواء داخل حدود الوطن او خارج حدود الوطن من خلال الموجه الفضائيه لاذاعتنا التعليميه. صباح الخير يا دكتور. في الحقيقة تقليد يعني رائع وتقليد جديد تتبعونه في جامعة سوهاج، وهو زيارة الطلاب الفائقين المتميزين في مشروع محو الأمية من أجل سوهاج خالية من الأمية بمشيئة الله. يعني حضرتك ادينا فكرة عن فكرة هذه الزيارات المنزلية، كيف بدأت وما هو الهدف منها؟ الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حضرتك تعرف تماما أن سوهاج إحدى محافظات الصعيد التي نعمت خلال الفترة الأخيرة بتنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة. تلك المبادرة الرئاسية التي نقلت كل أبناء الصعيد من حياة غير كريمة عانينا منها طويلا خلال العقود المنصرمة إلى حياة أصبحت نبدأ تباشيرها في التغير من الحياة غير الكريمة إلى الحياة الكريمة، كناتج للثمان سنوات السمان التي جاءت لتمحو آثار العقود العجاب على كل أبناء الصعيد. الحقيقة هذه المبادرة كما وجه بها فخامة الرئيس السيسي اعتنت تماما بتطوير الحجر، شقت ترعا ومطنت ترعا وغطت ترعا أخرى، رصفت الطرق ومهد الطرق، أنشأت منشآت جديدة وقامت بترميم المنشآت القائمة، أنشأت مشروعات الصرف الصحي في كل النجوع والكفور في ريفنا المصري في جنوب الصعيد وخاصة في محافظة سوهاج. أنشأت محطات تنقية المياه، مدت خطوط الكهرباء بل ومدت خطوط الغاز الطبيعي إلى النجوع والكفور. كل هذا جاء تحت محور ما أسميناه وأسماه فخامة الرئيس السيسي تطوير الحجر، لكنه وجه إلى ضرورة تطوير البشر من ساكني هذا الحجر لكي يتسق الساكن مع المسكون. لكي يرتفع مستوى الشعب المصري، الشعب الصعيدي، شعب محافظة سوهاج، لكي يتسق مع ما تشهده المنشآت والبنية التحتية من مشروعات التطوير التي صرف عليها داخل محافظة سوهاج فقط مبلغ فاقد 46 مليار جنيه خلال هذه الفترة. الحقيقة محافظة سوهاج كانت يعني غنية انها تتم اختيار 181 قرية من 7 مراكز إدارية في محافظة سوهاج لتنفيذ هذه المبادرة، لكن جاء الدور علينا نحن من أبناء المؤسسات الحكومية وبخاصة الجامعات الحكومية لكي ننفذ. الجامعات بطبيعتها يجب أن تكون قاطرة التنمية التي تقع فيها هذه الجامعة. محافظة سوهاج كان من ضمن الخصائص السكانية بتاعتها للأسف أن نسبة الأمية فيها 20% من مقبل الشعب السوهاجي الذي فاق 5.5 مليون نسمة. كمان الكتلة الحرجة من أبناء الشعب السوهاجي اللي هم فوق سن 16 سنة اللي بنسميهم الكتلة المنتجة، شباب البلد، شباب الوطن، نسبة الأمية فيهم في أبناء الشعب السوهاجي وجدناها 34.7% منهم، يعني أكثر من ثلث هذه الكتلة اللي المفترض أنها تكون منتجة وجدناهم أميين. للأسف كمان مشكلة الأمية ليست مشكلة بسيطة، فالمشكلة الأمية ينتج عنها مشكلات أخرى، فهي مشكلة مركبة أو معقدة. الأمية تتسبب في الزيادة السكانية، فنسبة السكان أو نسبة التوالد بين الأميين أعلى كثيرا من بين المثقفين والمتعلمين. أيضا نسبة الأخذ بالثأر وهي عادة متأصلة في الصعيد كانت عبر العصور الماضية، فتنتشر أكثر بين الأميين عنها بين المتعلمين والمثقفين. أيضا مشكلة التعاطي والإدمان تنتشر أكثر بين الأميين عن المثقفين والمتعلمين. أيضا مشكلة الفقر والبطالة تزيد بين الأميين عن المتعلمين. كل هذا ألقى على عاتقنا نحن مؤسسات الجامعات وجامعة سوهاج كإحدى هذه الجامعات دورا مجتمعيا للقيام بمحو أمية أبناء الشعب السوهاجي لكي نصل إن شاء الله اتفاقا مع رؤية مصر 2030 إلى سوهاج خالية من الأمية إن شاء الله 2030. دفعنا هذا إن نحن نصدر مجموعة من القرارات الملزمة لأبنائنا الطلاب
وخاصة طلاب الكليات العلوم الإنسانية وهي 8 كليات في جامعة سوهاج، التربية والتربية الرياضية والتربية النوعية والآداب والألسن والآثار والتجارة والحقوق. هذه الكليات الثماني تحتضن ما يزيد عن 35,000 طالب من طلاب جامعة سوهاج. ألزمناهم بقرار في مجلس الجامعة بعدم التخرج من الجامعة إلا بعد نحو أمية حد أدنى 4 دارسين من الأميين من أبناء الشعب السوهاجي بمعدل دارس لكل سنة. لكننا فتحنا السقف وقلنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لم نضع حد أقصى وقلنا إذا كان الطالب يستطيع نحو 104 يمنح من هيئة تقييم الكبار عن كل دارس 250 جنيه والجامعة منحناه عن كل دارس 100 جنيه ليصبح مجموع الأربعة دول يقدر ياخد 1400 جنيه. لكن أضفنا أيضا قلنا لو محى 107 لكان من الطلاب الساكنين في المدن الجامعية بندفع له من الموارد الذاتية للجامعة نصف رسوم المدينة الجامعية عن كل عام يسكنه بعد الوصول إلى حد 7 دارسين. أيضا إذا كان محى 109 إذا كان بقي له سنة أو عام دراسي أو أكثر بندفع له كمان نصف الرسوم الجامعية من الموارد الذاتية للجامعة. وإذا كانت طالبة ومحت 110 أثناء الدراسة بتاعتها، وفي هذا الصدد نشكر معالي الوزيرة الدكتورة نيلين القباد التي وافقت على المقترح الذي قدمته لها جامعة سوهاج بأن الطالبة إذا محت 110 في أثناء فترة الدراسة تسقط عنها سنة الخدمة العامة بعد التخرج. نعم. وإذا محى 115 بتسكنه في المدن الجامعية إذا تبقى له عام أو أكثر بعد هذا العدد بدون تطبيق معايير، يعني حتى لو لم تنطبق عليه معايير الشكل يكفيه أنه محى 115 من أبناء الشعب السوهاجي فبنسكنه فورا. إذا جاب عن 15 بقى بقولنا بعد التخرج بنمنحه عقد استعانة ليصبح ضمن العمالة الموسمية الموجودة في جامعة سوهاج وهو فرصة عمل لخريج هذه الكليات في حالة عدم وتوافر لهم فرص عمل خارج الجامعة. أيضا قلنا إذا كان هذا الطالب محى 100 الحد الأدنى اللي هم 4 دارسين وكان ضمنهم أي حد من أسرته الصغيرة والده أو والدته أو أخوه الأصغر أو أخته الكبرى أو خاله أو خالته أو عمه أو عمته، بنكرم هذا الطالب بأن احنا بنزوره في منزله في أي مكان داخل محافظة سوهاج أي قرية وبنقضي معاه يوم كامل بعد صلاة الجمعة في يوم جمعة ويبقى الزيارة تحت لوجو أو تحت شعار تشريف لا تكليف. نعم. يعني احنا بنقول له ما تجهزلناش اي حاجه دين ضيوف وبناخد معانا يعني بنقدم الاسره على الغداء وبيبقى غداء فولكلوري من تراث الشعب السوهاجي، بناخد فطير مشلتت وعسل اسود وجبنه قديمه ونروح نقعد على الطبليه الله ونقعد الله على الحصير الله 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 العيله الله ناخد الله العيله كلها ونقعد كلنا رئيس الجامعه هناك كما نشوف خدمه المجتمع وتنميه البيئه وعميد كليه التربيه التي تحتضن مركز تعليم الكبار وكمان مدير مركز تعليم الكبار والمركز الاعلاني والعلاقات العامه ونوجه الدعوه للساده الصحفيين ورجالين الاعلام اللي موجودين عندنا في سوهاج ونذهب جماعه كده بناخد يعني باص كده من الجامعه ونركب كلنا مع بعض ونروح الحاجه دي. نفذنا في العقد الماضي 5 زيارات لخمس اسر كرمنا فيهم ابنائهم الذين حققوا هذه الشروط والمعايير. في هذا العام بدانا نعود مره اخرى للزياره والحقيقه زياره الامن التي زرنا فيها قريه الحواويش التابعه لمكتب التقييم كرمنا ابننا هذا الاسم حقق الرقم القياسي في الجامعه حيث معها 143 دارس منهم 5 من افراد عيلته منهم والدته وثلاثة من خالاته وعمته وعمه. الحقيقة كان يوم جميل قضيناه في كانت فترة بالأمس وكان سعادة غامرة وكل أهل القرية تسمعوا وشافوا ابننا وهو بيتكرم وإحنا في زيارة منزلية. وده الهدف الأكبر من الزيارة إن إحنا نتكرم ابننا وننشر الغيرة بين طلاب القرية لكي تنتقل هذه العجوة الحميدة بين طلابنا لكي يعني ثاني براس يقتدى به وبالتالي يزود عدد الدارسين اللي نستطيع ان احنا نمشيه جامعه سوهاج خلال العام الاخير بدايه من اكتوبر 21 حتى اكتوبر 22 استطاعت ان تمحو اميا ما يقارب من 70,000 دارس من ابناء الشعب السوهاجي.
الجامعات مراكز متقدمه بين الجامعات المصريه، وحقق المحافظه ارقاما لم تكن تتحقق قبل ذلك، ونحن نسير في هذا الحال ان شاء الله لكي نعلن قبل 2030 ان اصبح سوهاج خاليه من السميه باذن الله. الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في الحقيقة تجربة يجب أن تحتذى، يجب أن تحتذي الجامعات المصرية كلها بهذه التجربة في الحقيقة، ويعني نشد على أيديكم ونشكركم على هذه الروح الوثابة والطيبة والدعم الكبير اللي بتقدمه للطلاب. ولكن أنا أقول لك يا معالي الباشا أن كثير من الجامعات المصرية تؤدي نفس الدور، والحقيقه وزاره التعليم العالي بقياده معالي الوزير الاستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور والمجلس الاعلى للجامعات بامانه الاستاذ الدكتور محمد لطيب يؤكدون على ذلك في كل المجالس العليا للجامعات التي تعقد شهريا، ويتم عرض نتائج الجامعات المصريه من خلال اللجنه العليا لمحور الاميه المنبثقه عن المجلس الاعلى للجامعات. نتمنى لكم كل التوفيق يا معالي الدكتور، بنشكر سيادتك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعه سوهاج، تحياتنا ليك وصباح الخير يا دكتور. صباح الخيرات على حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.